الدجال لعنة الله عليه. نحن لا نصوم عاشوراء، وليس مطلوبا منا أن نصوم عاشوراء، إنما صيام عاشوراء قضية ابتدعها بنو أمية. بام الدردام يا خدا خواستم پیش تو پر پر ندنم، یا علیو یا علیو خدا مادر همراه کجا میبرم. على الفطرة عشقتك
فخورانا بخدمتك على الفطرة عشقتك فخورانا بخدمتك ما أقطع وصلها أخدم واعتني الحضر محشر أباهي بجاهك عد إلهي الحمد لله جعل التقوى خير زاد أحمده سبحانه أحمده سبحانه وأشكره والشكر حق واجب له على كل العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اليوم الذي تكشف فيه السرائر وتعلن المخبآت المكنونات في الصدور يوم توضع موازين العدل وتنشر صحائف الأعمال ويحاسب فيه الخلائق على النقير والقطمير ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يوم تعنو الوجوه للحي القيوم وتذل أعناق الجبابرة للإله الحق الفرد الصمد ذي العظمة والجلال فيقول وقوله الحق أنا الملك يا حسين